ومن تحضيرات أيضا معركة جسر حوران بخربة غزالة معنا القائد الميداني لكتيبة شهداء خربة غزالة أبو يعقوب. ليس القتال فقط في الذخيرة والسلاح، بل توصيل ما تيسر من الطعام لمجاهدينا على الجبهات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أخي الكريم، نحن الآن في تقريبا الساعة الرابعة وجبة الغداء، نقوم بتجهيز وتوصيل الغداء كما ترى إلى المقاتلين، ونحن الآن ذاهبين لوسط الجبهة. طبعا هذا ما تيسر من طعام. أخي العزيز، الحمد لله الطعام متوفر، مهمة الشباب عالية كما ترى، مع رغم الإصابات ما زلنا مستمرين في هذه المعركة إن شاء الله، قادمون إلى جبهة إن شاء الله.